سلام، جسبر كامل تكونوا بخير وصحتكم بخير ان شاء الله. اليوم حندير واحد الكاطو ساهل بزاف وشباب، كيبان لكم هكا يبان لكم شويه بيزار كيفاش درتو، مي ساهل بزاف. تبعوا المراحل معنا، نتمنى لكم متابعه ممتعه. واش حتسحقوا في المقادير تاع هاد الكاطو؟ الحاجه الاولى ما يطيبش، تاخذوا كيله تاع نوات كوكو. راكم تشوفوا انا الكيله درتهم صغار، نتوما ديروا كيما انا سيو، كي يعجبكم زيدوا. درت كيله تاع جوز، تكونوا نقيتوه نحيتوا له هذوك من داك يجوا فيه واحد الحجار وكاع. هنا خديت كيله تاع كاطو، كاطو خير ونوعيه مليحه. انا درت كاطو قاعده معروفه هاد لا مارك شوكولا بلون، وهنا نيسلي الابيض خدمتوه في الدار ما شريتوش. تحبوا اشروه اشروه، ماشي نيسلي كراميل، نيسلي الابيض الحليب المكثف المحلى. راني نخلي لكم الوصفه ديالو في صندوق الوصف، راني درتها ديجا سهله بزاف، حضروه مقبل باش ديروا هاد الوصفه. رحيت الكيله تاع الكاطو ديالي، قلت لكم خير الكاطو البنين، تحبوا ديروا تاع اللوتشيوس تحبوا، المهم قد ما ديروا الكاطو بنين قد ما يجيكم الكاطو ديالكم هايل. وتقدروا ديروا حتى الكونفليكس تاع دراري غوفاني. هنا كنت تشوفوا رحيت الكميه تاع الكاطو ديالي، انا جبت الكاطو راكم تشوفوا فيه حبيبه تاع شوكولا، الكو تاعو تاع شوكولا، فيه بزاف اذواق، فيه تاع الكرموس منوع بزاف للقعده، هاد الكاطو تاع القعده. المهم درت الكيلات ديالي بين ثلاثه هادوك، وراني ندير في النيسلي ديالي بالعقل بالعقل. النيسلي ديالي باش نقول لكم انا كانت في الفريجيدير تشد شويه روحها مخدومه في الدار، تحبوا ديروها في الميكرون سينو ديروها هكا مباشره. ونسيت باش نقول لكم ما تنساوش مغرف كبيره تاع الزبده تكون طريه بزاف. انا كي كنت نصور عمباليني نصور، هي فينالمون ما صورتهاش. مغرف كبيره تاع زبده تكون طريه وتكون نوعيه جيده باش ما تمد لكمش الريحه في الكاطو ديالكم، خاطر كيما على بالكم الزبده حتمد لكم الطراوه للعجينه هذيك. كيما نقول لكم توجو خير الزبده اللي ما تكونش فيها الريحه، ديروا يا زبده 100% يا نوعيه تكون لازم تكون مليحه، يعني ننصحكم بها. هنا بعد ما تلموا الخليط ديالكم ماشي ديروه يتلصق، راكم تشوفوا فيه نورمال راهو ملمون، او ميم طون ماهوش يلصق لي في يدي. ما جبتني ما استعملتش حله، اللي حاب يستعمل حله اللي يستعمل، خاطر انا كما كنتوا تشوفوا الكميه ديالي ماشي بزاف. انا توجور ندير كميات صغار باش نتوما تستفادوا، ومام كاين ناس تقول لك ما نحبش ندير كونتيتي كبيره، هكذا كونتيتي صغيره حتساعدكم. كاين ما عندهمش الغاشي، كاين اللي ماشي بزاف، كاين اللي تحب تسيي ومن بعد اذا عجبها الكاطو حتزيد ضعف الكميه، انتوما كيما تحبوا. المهم بالكيله هذا ساهل هذا الكاطو. جبت هكا لا كوبا ديالي، سقمت مليح، ذوبت شوكولا البيضاء. شوكولا البيضاء بالمناسبه باش نفهمكم عليها، بزاف لي سقسيوني علاه شوكولا تاعك تجي بيضاء. انا الشوكولا تاعي ما نزيد لها والو، ذوبها في الميكرون دوك نفهمكم على دوك الحبيبات. ذوبها في الميكرون دير 30 ثانيه، نغلق عليها نعاود نحل نزيد 30 ثانيه دوبلي، ما ندوبهاش كاريمون ما ندوبهاش كامل حتى الدوبلي كاع، نخرجها وكي تبقى فيها هذوك شويه بالعقل بهذيك السخانه تاع الشوكولا الاخرى تذوب. لو كان تبقاو غير تزيدوا لها حتى تذوب كامل حتى يولي اللون ديالها باهت. نستعمل وجدان، بصح التذويب عنده تقنيات، عنده لازم تعرفوا كيفاش تذوبوا الشوكولا ديالكم. ما من ديروها حمام مائي، ديروها في كاش بول هكا وتحتو كسرونه ما تكثروش الماء. كي تشوفوها بدات تذوب ماشي كامل نحوها من فوق النار وكملوا بالمغرف هكا خلطوا، رايح تذوب لكم تمتم. هذه في الشوكولا البيضاء. بالمناسبه انا ثاني شوكولا بالحليب ثاني نستعمل هكا بهذه الطريقه، لكن المهم شوكولا البيضاء تخي سنسيبل على الشوكولا الاخرى. هنا بعد ما تنشف لكم شويه، ماشي تنشف كاع شوفوا، وماشي تبقى لكم جاريه باش نتفاهموا، بعد تقولوا لي ما نجحناش بالكاطو وما جاناش، نقلبوا هكا ونزيدوا طبقه ثانيه تاع الشوكولا. وحبيت نفهمكم بلي الوصفات اللي نقدمهم كامل ناجحين، البعض راني نشوفهم راهم يجربوا الوصفات ويقولوا لي تجاوبنا، وكاين البعض تقول لك صرات لي هكا صرا لي هكا. اللي ما تنجحش في الوصفه ماشي ما تعرفش، لكن غلطت في مراحل ماهيش ما على باليش، بالك ماشي مضاريه ديال الكاطو، بالك هاد الكاطو جاها جديد. مام انا عن نفسي من داك كاطو جديد ما ننجحش فيه، من داك يفسد لي. صح لازم تتبعوا المراحل، وانا وصفات اللي نقدمهم لكم نقدم لكم وصفات ناجحين 100%، واني نديرهم قدامكم ما كاش كيفاش زعما انا نديرهم ونمدهم لكم غالطين. هنا كيما كتشوفوا ذوبت شوكولا نوار ودرت هاد لي تخي ودرت كيما تاع الميلفاي راكم تشوفوا، وخلوها تنشف شويه. لكن حنمد لكم حاجه على بالي بلي من بعد لي كومونتير وتكسرت لنا وصرنا هكذا وصرنا هكذا، حنمد لكم نصيحه خلوها تنشف، لكن ما تنشفش 100%، خلوهاش ساعه هي تنشف،
تنشف يا ربي 10 دقائق دوك تشوفوا معايا. بعد ما جازوا 10 دقائق كي تمسوا السطح هذاك تصيبوه ناشف خلاص، ماشي يابس يابس، ما تخلوهاش تبات وبعد تروحوا تقسموها بعد تكسر لكم. يجوزوا غير 10 دقائق باش تفهموا مليح راني نشرح لكم. يجوزوا 10 دقائق برك تجيبوا هاد الطابع ديالكم اي شكل حبيتوه وتبداو. انا الشوكولا كتشوفوا ديالي نحيتها من بابي كويس وحطيتها ديراكتومون فوق البلون دو ترافاي كان نقي، وتبداو تطبعوا كيما راني ندير. حاجه سهله ماهيش كاع صعيبه يعني، عفوا تبعوا غير التقنيات. القاطو فيه هكا فيه تقنيات، المهم تبعوا غير الخطوات حتى تفهموا. ها شوفوا كيف راني ندير، وخرجوها من تحت للفوق شوفوا كيما راني ندير انايا. حاجه سهله ماشي كامل صعيبه. وحطوهم قدام بعضهم، تحبوا تخلوهم هكا سامبل، تحبوا ديروا لهم حبه تاع الجوز من الفوق، سا ديبون كل واحد، ويبقى التزيين اختياري ليكم كيما نتوما تحبوا. هاد الكميه دوك تشوفوا شحال خرجت لي، مام هذوك لي شوت لي قعدوا لكم تحبوا ما تخرجوش لي شوت ديروه كاري، كل واحد كيف يحب. انا حبيت برك نبدل الشكل درتو مدور، تحبوا ما يخرج لكم لي شوت ديروه كاري ولا مستطيل، المهم كيما تحبوا نتوما. لكن الذوق ديالو بنين 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 بزاف. وهذوك لي شوت خلوهم ديروهم في كارطو واحد اخر ولا طوهم داهي صغار ياكلوهم. انا لي شوت كملتهم، انا ديجا بديت ناكل فيهم خاطر بزاف بنان. المهم كملت كامل واش عندي، خطرت التصوير راني ندير في اليوتيوب وندير في تيك توك، صدقوني شد بزاف الوقت. في الاخير هذا هو الكاطو ديالنا، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله نكون خفيفه عليكم، ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الفكره. يعني فكره بسيطه بصح الكاطو ديالها حيجيكم بزاف بنين، وتقدروا تزيدوا مكونات واحد اخرين نتوما تحبوهم، تقدروا تزيدوا لافيتين، المهم يبقى لكم الذوق يبقى ليكم. كاين اللي ما يحبش نواه كوكو ينحي ويزيد يعوضوه بمكسرات واحد اخرين. هادو هادوك لي شوت اللي قعدوا لي في الوسط يعني خرجت منهم هادوك الحبات الصغار نحطهم بونبونياغ ولا حيجيكم تاني بزاف شابين. شوفوا شحال جا شكل ديالهم هايل. هاودي كيف حيجيكم، صدقوني يجيكم بنين 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 بزاف. ما تنساوش المغرف تاع الزبده اللي حتخلي لكم الخليط ديالكم اطري. مع السلامة، تهلاو في رواحكم، نتمنى لكم متابعة ممتعة، ما تنساوش ابوني، باي باي.